بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أشكركم جميعا على هذا الحوار الثري والنقاش البناء. إن ما استمعنا إليه اليوم يؤكد لي ما سبق أن أشرت إليه في كلمتي الافتتاحية من التزام دولنا الراسخ بجهود مواجهة تغير المناخ على كافة المستويات. ولقد أثار اهتمامي على وجه التحديد ما تناوله نقاشنا من جهود وطنية تقوم بها كافة دولنا، وكذلك ما استطاعت مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تحقيقه خلال العام الماضي منذ إطلاقها. هو ما يؤكد أن منطقتنا العربية قد أصبحت تخطو خطوات ثابتة على الطريق الصحيح نحو المستقبل، وأنني أتطلع إلى استمرار العمل المشترك بين دولنا، خاصة في المشروعات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وعلى وجه التحديد ما يتعلق بتنفيذ مشروعات الإنذار المبكر وإدارة الثروة السمكية ونقل التكنولوجيا الجديدة في مجالات الاستخدامات المستدامة للموارد المائية والتنمية الزراعية. كما أدعوكم أيضاً إلى التعرف على المبادرات التي ستطلقها مصر في هذه المجالات على مدار أيام المؤتمر القادمة، والنظر في كيفية الاستفادة منها في سياق الإطار الأوسع لعمل المناخ العالمي على كافة الأصعدة. أشكركم وأدعوكم جميعاً لمواصلة العمل الجاد لتنفيذ تعهدات والتزامات المناخ، وأتمنى لكم مشاركة مثمرة في قمة شرم الشيخ، كما أدعوكم أيضاً إلى الاستمتاع بهذه المدينة طوال فترة حلولكم علينا ضيوفاً كرام. شكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.